قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اقترحوا أن يكون جزء منها يجاب عليه الليلة وجزء منها يجاب عليه الليلة مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم إن شاء الله إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. فيستعين بالله للإجابة على بعض الأسئلة مع عدم إهمال الأسئلة التي وردت إلينا من إخواننا، لكن بداية نستعين بالله للإجابة على بعض أسئلة الصيام. يقول الأخ السائل: ما تعريف الصيام؟ الصيام لغة الامتناع، إني نذرت للرحمن صوما، امتناعا عن الكلام، وهذا من ناحية اللغة. ومن ناحية الشرع الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. كلمة الشهوة تشمل قضاء الشهوة بالجماع أو قضاء الشهوة بالاستمناء عند الجمهور، لأن المسألة هذه فيها بعض الخلاف، هل الاستمناء يفطر أو لا يفطر؟ الجمهور على أنه يفطر، للحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي والشهوة هنا عامة، شهوة الجماع وشهوة الاستفراغ بصورة عامة. فالصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مصحوبا ذلك بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا كتعريف للصيام. ثم ملحقات تلحق بهذا التعريف، ما أدري لها أسئلة مستقلة أو ليس لها، لكن عموما تلحق بالطعام الحقن، هل تفطر أو لا تفطر؟ الحقن من المسائل النازلة التي لم تكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لن تجد فيها نصا صريحا، لا من الكتاب ولا من السنة. فستجد أقيسة للعلماء، فسترى من العلماء من يقول: شيء دخل الجسم إذن يكون حكمه كحكم الطعام والشراب، وآخر يقول: لا، الطعام والشراب يتلذذ به وله مدخل معين، أما الحقن فيتألم منها وتدخل من غير مدخل الطعام والشراب. وسترى فريقا ثالثا يقول: نفرق بين الحقن المغذية كحقن الجلوكوز وبين الحقن المضادات الحيوية. فالأحوط لك أن تبتعد عنها إن استطعت إلى ذلك سبيلا، إلى أن تغرب الشمس اضطررت إليها تناولتها، وإن استطعت المحافظة على صيامك حافظت، واقضي يوما مكانه احتياطا. هذا والله أعلم. هذا شامل لكل أنواع الحقن، سواء كانت الشرقية أو كانت الحقن التي في الوريد أو كانت الحقن التي في العضل. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول متمما للسؤال، سؤال تعريف الصيام: الامتناع عن الشراب الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مصحوب ذلك بالنية.
والحقن تقدم بيان القول فيها. ويجوز للمرأة أن تتذوق الطعام والشراب وهي صائمة دون أن يدخل شيء من ذلك جوفها لتعرف أمالح هو أم ليس به ملح. كان تفعل هكذا مثلا وبعد تخرج الذي تفزقه، لأنه شرع لنا أن نتوضأ بماء البحر، وأنت إذا توضأت بماء البحر وجدته مالحا. هذا وثم أبحاث أخرى ومتعلقات تأتي في مكانها إن شاء الله، كالحجامة والقيء والكحل وقطرة الأنف والفصد والتبرع بالدم ونحو ذلك، لعله يأتي في أسئلة إن شاء الله. يقول: ما حكم صيام رمضان؟ حكمه فرض على القادر المقيم البالغ، على البالغ القادر المقيم، البالغ القادر المقيم المسلم. هل يعتبر تارك الصيام تهاونا وتكاسلا مثل تارك الصلاة من حيث أنه كافر؟ قل: تارك الصلاة مختلف في كفره، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا جحدها، ونحن مع الجمهور، فعليه تارك الصيام تهاونا أو تكاسلا لا يكفر، لا يكفر. ما الحكمة من إيجاب الصيام؟ قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لإحداث التقوى فيكم، إحداث التقوى، إما أنكم تشعرون بمآسي الفقراء فتحنون عليهم فتجعلون وقاية بينكم وبين النار بذلك، أو تتقون الطعام والشراب فيقل عمل الشيطان معكم ومن ثم تقل المعاصي. يقول: سمعت أن الصيام مراتب، فما صحة هذا القول؟ التقسيمات التي يقسمها بعض العلماء: صيام الأعوام وصيام الخواص وصيام خواص الخواص، كل هذه تقسيمات لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يكون رجل عامي فلاح عامل في شركة لم يتعلم وليس من العباد الزهاد، ولكن صائم ومحافظ على صيامه، لا يغتاب أحدا، يأكل من الحلال، يصل إلى خواص الخواص. أما الصوفية فهم الذين يرتبون هذه الترتيبات، وعلى شاكلتهم صاحب كتاب مدارج السالكين هذا الصوفي، ويبث أشياء كثيرة من هذه الأشياء في كتابه، ومثل كما يقسم طبعا كتابه دوما يقسم تقسيمات وتقسيمات، درجات الفتوة، مراتب الفتوة، فتوة ولا فتوات، يعني سنة رسول الله مع كتاب الله أسمح بكثير مما يذكر في هذه الكتب. ولأن تعرف آية وفق والمستفاد منها أو حديث والمستفاد منه أحسن من معرفة بهذه الأقسام. قال: سمعت أن طيب هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟ التدرج كان موجودا، تدرج في الصلاة، تدرج في الجهاد، تدرج في الخمر، في تحريم الخمر، تدرج في الصيام كذلك. ففي الصلاة كانت في أول الأمر صلاتان، كانت في أول الأمر صلاتان، كان الشخص يصلي الصبح ويصلي العصر، وبعد في رحلة الإسراء فرضت خمس صلوات، والتدرج كان في الخمر، في تحريم الخمر، يسألونك عن الخمر والماء أول إباحة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وبعدها يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير منافع للناس، لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى، إنما الخمر والميسر
والميسر والأنصاب والأزلام رجس نعم للشيطان فاجتنبوه. الجهاد كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة امتنعوا، وبعدها إذن بالانتصار ممن ظلم، وبعدها أمر بقتال المشركين كافة. الصيام كان فعلا صوم عاشوراء، وبعد جاء صوم رمضان أو فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، وبعد فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ما الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ رؤية الهلال. لكن هل تكفي رؤية شخص واحد أم تلزم رؤية شخصين؟ فيها الخلاف قائم بين العلماء، والظاهر أن الواحد الثقة المأمون تكفي شهادته، والله أعلم. وهل يجوز اعتماد حسابات المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ الجمهور لم يعملوا بذلك، والرسول قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، وخنس الإبهام في الخامسة. فلم يكن عندهم مراصد فلكية، ولم نخاطب بالمراصد الفلكية. هل سمعتم أن الرسول كان عنده مراصد فلكية؟ ولا الصحابة كان عندهم مراصد فلكية؟ لا، يخرج يتراءى الهلال، إن رآه صام، إن لم يره أفطر إلى أن يراه. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يقوله من رأى الهلال؟ ورد حديث لكن سنده فيه بعض المقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربي وربك الله، لكن سنده متكلم فيه وهو للضعف أقرب. إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين، هل يلزم المسلمون جميعا بالصيام في كل الدول؟ يرى الجمهور ذلك، أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار ما دامت البلاد متقاربة. أما إذا كان فيها بون بعيد مثل مثلا أستراليا، فالمطالع غير متحدة، فيرى البعض أن لكل قطر هلاله. فيها مسألة خلافية، هل رؤية القطر ملزمة لسائر الأقطار؟ يرى هذا جمهور العلماء، حجتهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والذين قالوا لكل قطر هلاله استدلوا بأثر ابن عباس، أن قريبا قدم من الشام فسأله ابن عباس: متى رأيتم الهلال يا قريب؟ قال: رأيناه يوم كذا وكذا. قال: أنت رأيت؟ قال: نعم أنا رأيته، ورآه معاوية وصمت وصام الناس. قال: أما نحن فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل الشهر 30، هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور أجابوا على قوله هكذا أمرنا رسول الله، قالوا: الرسول أمر بماذا؟ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والعبرة بما رواه ابن عباس لا بما رآه، والله أعلم. ما حكم من يصوم أياما ويفطر أياما أخرى في رمضان مرتكب لكبيرة وعليه إعادة هذه الأيام؟ أما إن أفطر بجماع فعليه مكان كل يوم يفطره بجماع صيام شهرين متتابعين، هو وزوجته إن كانت مطاوعة له، أما إن كانت مكرهة فلا، وإن عجز أطعم 60 مسكينا مكان كل يوم، والله أعلم. إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعده فما الحكم؟ يعني امرأة حائض رأت الطهرة الساعة الثانية ليلا، يفترض أنها تقوم وتغتسل كي تصلي وتصوم، تكاسلت عن الغسل لكنها نوت الصيام غدا، فصيامها صحيح وإن لم تكن اغتسلت، فالغسل ليس شرطا في صحة الصيام. ودل على هذا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم
صومه صلى الله عليه وسلم. قال: طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، هل أستخدم معه القسوة ليفطر؟ لا، لا تستخدم معه القسوة ليفطر، بل أعطيه هدايا كي يصوم، لأن ربيعة بنت معوذ كانت تقول: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن تعني حتى ينشغل بها عن الإفطار، والله أعلم. وعمر قال لنشوان، والأثر معلق عند البخاري: ويلك وصبياننا صيام، يعني عمر رأى واحد سكران في نهار رمضان علاه بالضرة، قال: وصبياننا صيام، يعني أنت تفطر وتسكر وصبياننا صغار صيام. تقول إنها امرأة أجبرتها الظروف على الإفطار 6 أيام من رمضان، ظروف الامتحانات، أنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظرا لصعوبتها، أرجو إفادتي، ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟ بلا شك أن الأخت التي فعل ذلك اجتهدت وأخطأت، فلتستغفر الله ولتعمل عملا صالحا كبيرا ولتعد الصيام، تعد الصيام هذه الأيام. ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان، يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامته بقية الفرائض، يلزمه القضاء إن تاب؟ نعم، إجماع العلماء على أنه يلزمه القضاء إن تاب. ما حكم صيام تارك الصلاة؟ الصيام صحيح، هذه في ميزان الحسنات الصيام، وترك الصلاة في ميزان السيئات. ما حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا آخر؟ يصوم في الأيام التي هو فيها عاقل، والتي جن فيها يعيدها بعد أن يشفى. هل يجوز للعمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا؟ لا أعلم دليلا على ذلك، دليلا خاصا، إن استطاعوا أن يأخذوا أجازة أخذوا إجازة، إن عجزوا عن الإجازة وكانوا سيهلكوا فمن باب فقط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان أكره على العمل ولن يستطيع أخذ إجازة وسيهلك. فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا، فما يجب عليها؟ عليها تقدير هذه الأيام التي أفطرتها وإعادة صيامها، عفوا، التي صامتها وهي حائض، يعني صيامها أثناء الحيض باطل، صيامها أثناء الحيض باطل إذا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهار. ماذا يجب عليه؟ يمسكه ويعيد يوما مكانا. إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان هل يطالب بصيام الأيام السابقة؟ لا، يعني كافر أسلم يوم 10 رمضان يصوم الباقي، لا يلزم به. إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في نفس النهار يواصل أم يمسك؟ يعني راجع من سفر مفطر وصل إلى بلدته الظهر، هل يمسك أو يتم صومه؟ هل يمسك أم يفطر؟ إن شاء أمسك توقيرا للشهر لكن عليه إعادة اليوم، وإن شاء أفطر، لكن لا يضع نفسه في موطن ريبة أو ارتياب منه، والله أعلم. امرأة تقول جاءها الحيض وتوقف عنها الدم في اليوم 6 من المغرب حتى 12 ليلا، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم الذي بعده، ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم. الكدرة البنية
في غير أيام الحيض لا تعد حيضا، والله أعلم. امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟ إذا كانت نوت قبل الفجر عالمة الطهر ونوت قبل الفجر صومها يصح، إن لم تكن نوت قبل الفجر وكانت تشك أنها ما زالت حائض صومها لا يصح عليها الإعادة. المريض إذا وجب عليه الإطعام هل يجوز دفع ذلك الطعام لغير المسلمين إذا كان في بلاد كافرة؟ الله سبحانه وتعالى عفوا لما جاء إطعام المسكين، أعيد السؤال حتى بس يتقن. المريض إذا وجب عليه الإطعام يقصد المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، إذا وجب عليه الإطعام هل يجوز إطعام المسكين الكافر أو لا يجوز؟ فالجواب من اتجاهين. الاتجاه الأول المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، هل عليه صيام أو ليس عليه صيام؟ هذا أولا. عفوا، هل عليه إطعام أو ليس عليه إطعام؟ هذا أولا. ثانيا إذا كان عليه إطعام هل يجوز إعطاؤه لنصراني أو لا يجوز؟ فأقول أولا إن المريض مرضا مزمنا ليس عندنا دليل صريح مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يلزمه بشيء، إنما الوارد في ذلك قول بعض الصحابة وفعل آخرين. فابن عباس هو الذي يرى ذلك ويستدل بالآية المنسوخة، ولكنه لا يراها منسوخة، وهي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يرى الذين يطيقونه يتحملون الصيام مع مشقة أو لا يتحملون عليهم فدية طعام مسكين، والجمهور يقولون هذه منسوخة لأنها كانت في بداية الأمر كان الشخص مخير بين الصيام وبين الإفطار مع الإطعام، فنسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أنس بن مالك لما أسن كان يفطر ويطعم مما كان كل يوم مسكينا، فهذان الدليلان هما اللذان استدل بهما من قال إن المريض مرضا مزمنا يطعم. ولقل أن يقول هذه ليس فيها حجية لأن ابن عباس استدل بالآية المنسوخة عند الجمهور، وأنس فعل صاحب لا يكون فرضا. فبعد ذلك ننتقل إلى السؤال، إن أخذ شخص بالرأي القائل أنه يطعم، الإطعام للمسكين غير مقيد بالمسكين المسلم أو المسكين الكافر؟ والله أعلم. نفس الشيء في الرجل كبير السن، امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولم يغمى عليها إغماء كاملا، فكانت تبدأ بالصلاة وأثناء الصلاة تخاطب من حولها، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملا، وكان الأطباء قالوا إنها تسمع، ثم ماتت في رمضان، هل يكفر عنها؟ لا، لا يجب الكفارة عنها، لأن هذه المرأة لزمها المرض في رمضان حتى ماتت، لم تشف زمنا تستطيع فيه القضاء، فلا شيء عليها، وإن أطعموا عنها ابتغاء الأجر لا بأس. امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر والصيام يسبب لها مشقة كبيرة، لكنها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمضان لها قضاء إلا من فترة، وتراكم عليها حوالي 100 يوم، فما حكم الأيام خصوصا مع حالتها؟ إن عجزت أطعمت مكان كل يوم مسكينا،
انعجزت تماما عن القضاء. طيب إلى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.